أقيمت فعاليات ماراثون شينغدو باندا في مدينة دوجيانيان الواقعة في جنوب غرب الصين، بعد أن بدأت السلطات الصينية بالتخفيف من حدة التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد في البلاد بشكل تدريجي. تظهر اللقطات المصورة استمرار خضوع العدائين لاختبارات قياس درجة حرارة الجسم عند الوصول إلى موقع السباق الذي يضم 1000 شخص، مع تشجيعهم على ارتداء الكمامات قبل مشاركتهم في أول سباق يقام منذ بدء تفشي جائحة كورونا في الصين. يعمد المنظمون إلى توفير الحماية لنا خلال السباق، ولحسن الحظ يتم قياس حرارتنا في مركز الرياضة قبل أن نصعد إلى الحافلة، وهناك العديد من مراكز الفحص ومراكز التعقيم والتدقيق في الهويات، مع إلزامنا بارتداء كمامات الوجه، وهو ما يجعلنا نشعر بالراحة في قلوبنا. وبحسب أحدث التقارير العالمية الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز، أصيب ما لا يقل عن 329,000 شخص بكوفيد-19 في العالم، بينما لقي 14,000 شخص حتفهم، وبلغ عدد الإصابات في الصين 81,397 حالة و3,265 حالة وفاة على الأقل. من الصين إلى اليابان، حيث أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الثلاثاء تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 إلى العام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا. وأوضح بيان صادر عن اللجنة أن رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي وتوماس باخ رئيس اللجنة بحثا هاتفيا آخر التطورات المتعلقة بتنظيم الأولمبياد هذا العام والمخاطر المترتبة على ذلك بسبب انتشار كورونا حول العالم. وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على إعادة جدولات أولمبياد طوكيو إلى ما بعد 2020 بما يتماشى مع بيانات منظمة الصحة العالمية، دون أن يتجاوز الموعد المقبل صيف 2021.